صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع القط مونجو اللي كان بيحكي لكبير القطط باللي حصل له، وانه عض حد بشري اسمه هانز وتحول لقط زيه. وساعتها كبير القطط بيتحول هو كمان لبشري، وبيقول لمونجو ان هانز هيفضل مصاب باللعنة لمدة 9 سنوات، وبيقول له كمان ان هو هيكون يتحول لبشري بس مش هيقدر يستمر في تحوله لاكتر من 12 ساعة. وبعد المشهد ده بـ 8 سنوات و11 شهر بنشوف هانز كان في مؤتمر صحفي علشان هو دكتور بيطري، وبيكون فاضله شهر واحد ويرجع بشري عادي. وساعتها حد من الناس بيسأله عن رأيه في التطبيق الجديد واللي بيخلي الناس تقدر تفهم كلام القطط، فبيقول له هانز ان ده تطبيق فاشل وان الشركة المصممة ليه بتضحك على الناس. وبنعرف بعدها ان الناس كلها اتقلبت على الشركة، وبيقولوا ان التطبيق بتاعهم كذاب وبيضحك على الناس. وبيجي وقتها اتصال لجيني مطورة البرنامج من زميلها في الشغل، واللي كان بيقول لها تيجي دلوقتي على الاجتماع علشان الرئيس طلبها. وبعد ما جيني بتروح للاجتماع بتتكلم واحدة اسمها اوني، وبتقول ان هما لازم يطردوها من الشركة، وبيكون الرئيس عايز يمشيها من الشركة بس مدير الشركة بيدافع عنها وبيطلب من الرئيس يديها مهلة شهر علشان تطور البرنامج وتصلح غلطتها. وبعد لحظات بتبدأ جيني تتكلم مع زميلها اللي كان بيقولها تكلم الدكتور هانز علشان ممكن يساعدها، وبتكون جيني رافضة لفكرته علشان هانز كان حبيبها من 9 سنوات لكنه سابها فجأة ومسألش عنها. وبيفضل زميلها يحاول معاها لغاية ما بيقنعها وبيقولها ان هو هيجي معاها. وبنشوف بعدها القط مونجو كان بيتكلم مع هانز اللي تعدي منه، وبنعرف ان هما بقوا صحاب وعايشين سوا. وساعتها بتوصل جيني لبيت هانز مع صاحبها وزميلتها اوني علشان ممكن يساعدهم في اي حاجة، وبيكون مونجو شايف جيني ورافض يفتح لها وبيقول لصاحبتها اوني يمشوا من جنب البيت. وبعد لحظات بيكون هانز عايز يخرج من البيت بس بيجيله مونجو وبيحاول يمنعه وبيقوله انه فاضله شهر علشان يرجع بشري عادي. وهنا بنعرف ان هانز لو تعرض لاي حاجة تخلي قلبه ينبض بمعدل كبير هيتحول لقط، والناس هتكتشف حكايته ومش هتروح اللعنة من عليه وهيفضل قط حياته كلها. وبنعرف كمان ان مونجو رفض يفتح الباب لجيني علشان هانز ما يشوفهاش ويفتكر حبه ليها وانه هيتحول لقط بعدها. وبيخرج بعدها هانز من البيت وبيتقابل بجيني وبيعرف انها البنت اللي حبها زمان، وبياخدها بعدها المطعم وبيتكلم معاها وبيعرف انها المطورة للتطبيق ومحتاجة مساعدته. وساعتها هانز بيقول لها ان التطبيق ده فاشل وبيسيبها لوحدها وبيمشي من المكان. وبيبدا وقتها يفتكر لما كان بيفضل يبص لها زمان وانه كان شايف طلاب بتتنمر عليها. وبنعرف ان هانز راح يضرب المتنمرين اللي كانوا بيضايقوها، بس المتنمرين بيكتفوه وبيرموا السلسله بتاعته لمكان بعيد. وبنلاحظ وقتها ان القطط بتاعه هانز بدات تتضايق من اللي حصل وبيروحوا هاجمين على المتنمرين. وفي وسط الخناقه اللي حصلت بيتصاب هانز بعضه من مونجو بالغلط وبيبقى دايخ ومش عارف يسلب طوله. وبنعرف بعدها ان هانز كان بيبص لجيني وبتعلى نبضات قلبه علشان بيحبها لكنه كان بيروح يتحول لقط بعيد عنها. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبنشوف هانز ما كانش مركز في الطريق وبيعمل حادثة بالعربية، وبيتجمعوا ساعتها الناس علشان يشوفوا في ايه، بس هانز بيكون تحول لقط ومشي من جنب العربية. وفي الوقت ده بتكون جيني ماشية في الشارع وبتلاقي هانز كان تعبان جدا فبتاخده للبيطرة علشان تعالجه. وبتكون جيني لسه ما تعرفش ان القط اللي معاها هو هانز اللي حبته، فبتقرر انها تاخده معاها للبيت وتهتم بيه. وبتلاقي وقتها زميلها في الشغل جالها وبيسألها عملت ايه مع الدكتور هانز، فبتقوله ان هو سابها في المطعم ومشي وانه كان رافض يساعدها في تطوير التطبيق. وبنشوف بعدها جيني كانت بصة لعيون القط وبتفتكر القط اللي كان بيجيلها بعد اختفاء هانز حبيبها من المدرسة، وبتفتكر كمان ان هانز قبل ما يختفي كان بيحبها جدا وان هما كانوا بيسمعوا اغنية معينة وبيحبوها الاتنين. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبنشوف هانز رجع لشكله الطبيعي وهو في بيتها، لكنها مش بتعرف حاجة علشان كانت نايمة. وفي الوقت ده بيكون مونجو قاعد لوحده في البيت وقلقان على صاحبه هانز علشان بات بره البيت. وفي تاني يوم بيرجع هانز للبيت ومش بيحكي لمونجو باللي حصل له وانه نام في بيت جيني. وبنشوف بعدها مدير الشركة راح لجيني وبيتكلم معاها وبيقول لها تحاول تطور البرنامج قبل الشهر علشان ما تضطرتش من شغلها. وفي تاني يوم بتروح جيني البيت هانز وعملت نفسها بتوصل اوردر وبتعرف انها تخلي مونجو يفتح لها. وبعد ما جيني بتدخل للبيت وبتطلب من هانز يساعدها بيقولها ان هو موافق وهيبدأوا من بكرة يشتغلوا مع بعض. وبنشوف بعدها مونجو بدأ يتكلم مع هانز وبيحذره انها لو اكتشفت تحوله مش هيعرف يرجع بشري تاني، فبيقول له هانز انه ما يقلقش من الناحية دي علشان هو مش هيحبها تاني. وفي الوقت ده بنشوف مدير الشركة كان بيتكلم مع اوني اللي كانت بتقوله ان هو ابتدى يقرب من جيني في الفترة الاخيرة، فبيقول لها ان هو بيعمل كل ده علشان يخليها تطور البرنامج ويسرقه منها وانه بعد كده هيبيعه لشركة يابانية وهيعيش معاها هي.
وفي تاني يوم بيروح هاند مع جيني الواحدة من الناس اللي جربت التطبيق، وبيحاولوا يعرفوا ايه المشاكل اللي حصلت معاها، وبيعرفوا وقتها ان القطة بتاعتها مش راضية تاكل وانها بقت مكتئبة على طول. وام هاند بياخد القطة لايده بيعرف عنها كل حاجة، وبيقول للبنت ان القطة دي مش بتاعتها، وساعتها البنت بتعترف لهم بكل حاجة، وبتقول لهم ان القطة اللي كانت معاها ماتت وانها اللي كانت سبب شهرتها، وبتقول لهم كمان انها كانت هتخسر شغلها والاعلانات اللي بتعملها، وانها علشان كده جابت قطة تانية شبه الأولى. فبيقول لها هانز إن القطة بتاعتها حاسة إنها بديل، وبيطلب منها تديها شوية اهتمام وهي هترجع تاكل تاني. وبعد ما هانز بيمشي من بيت المشهورة بتسأله جيني هو إزاي عرف بالمعلومات دي كلها، لكنه بيرفض يكلمها. وبيكونوا بعدها في العربية، وبيلاحظ هانز إن قلبه بدأ ينبض بشكل كبير، فبيطلب من جيني تنزل من العربية. وبعد ما جيني بتنزل من العربية وبترجع للبيت بتلاقي القط بتاعها رجع هو كمان. وفي تاني يوم بتروح جيني لبيت هانز ومونجو، وكان شكلها جميل جدا، وبيتفاجئوا هما الاتنين من جمالها. وبعد ما جيني بتدخل للبيت وبتقعد معاهم بيبدأوا الاتنين يعجبوا بيها، فبيجروا للطابق التاني وبيتحولوا لقطط. وساعتها هانز بيبدأ يتعارك مع مونجو علشان أعجب بحبيبته الأولى وتحول لقط، وبيلاحظوا وقتها إنها كانت جاية ناحيتهم، فبيتحولوا تاني لشكل بشري وبيقولوا لها إن هما كانوا بيتدربوا على الرقص. وبتكون جيني عايزة تمشي بسبب تصرفاتهم الغريبة، لكنها بتوقف علشان سمعت نفس الأغنية اللي كانوا بيسمعوها مع بعض. وبتبدأ ساعتها جيني تعيط وبتتخانق مع هانز، وبتقول له هو ليه سابها إذا كان لساه بيحبها ومش عارف ينساها. وبيبقى وقتها هانز متوتر ومش عارف يقول لها إيه، فبيقول لها إنه مش بيحبها وبيطلب منها تمشي وتبعد عنه. وبتعدي بعدها الأيام، وبنعرف إن كل حد فيهم بقت حالته صعبة جدا. وبتلاحظ وقتها جيني إن القط بتاعها اختفى ومبقاش بيرجع للبيت، فبتروح لهانز وبتطلب منه يساعدها تلاقي القط بتاعها، وبيوافق هانز إن هو يساعدها، وبيبتدي يدور معاها علشان ما تعرفش إن هو القط بتاعها. وبتعدي بعدها الأيام، وبنشوف هانز بدأ يقرب منها، وبيروح كمان يسجل كلام القطط علشان يطور البرنامج بتاعها. وبنشوف بعدها مدير الشركة راح يتكلم مع الرئيس، وبيقوله إن في شركة يابانية عايزة تشتري التطبيق بتاعهم، فبيقوله الرئيس يخلص له موضوع التطبيق ده وإنه هيديها عملته بالمقابل. ومع مرور الوقت بنعرف إن هانز فاضل له 3 أيام بس ويرجع لشكله البشري، فبيروح يقول لجيني إن هو هيسافر 3 أيام وهيرجع لها. وفي يوم بتكون جيني رايحة للشركة علشان تسلم نسخة التطبيق اللي معاها، بس بتظهر لها عربية وبتخطفها. وفي نفس الوقت بنشوف أوني بدأت تتكلم مع صاحب جيني، وبتقوله إن صاحبته اختفت وإنها أكيد خانت الشركة وهتبيع التطبيق. وبعد ما مدير الشركة بيروح للرئيس وبيمضي معاه العقد، بيشكر الرئيس جدا علشان خلصه من التطبيق الفاشل، وإنه دلوقتي هيقدر يرجع سمعة الشركة. وبيمشي بعدها المدير مع حبيبته أوني، وبيتكلموا عن اللي عملوه في جيني، وبيظهر إن صاحب جيني كان سامعهم وبيعرف إن هما خطفينها وأخدوا نسخة التطبيق علشان ما تعرفش تبيعه لشركة تانية. وساعتها بيروح لهانز وبيبلغه باللي حصل وإن هما لازم ينقذوا جيني من المدير. وبيعرف وقتها مونجو باللي حصل، فبيروح للقطط وبيقول لهم يدوروا على جيني. وساعتها هانز بيفضل يجري في الشارع وبيسمع كلام القطط اللي كانت بتدله على مكانها. وبعد ما هانز بيوصل للمكان اللي كانت مخطوفة فيه، بيظهر له حد من رجالة المدير وبيخبطه في دماغه، وبيعرف ان هو يكتفه جنبها. وبيبدأ بعدها المدير يتكلم هو وحبيبته أوني، وبيقولوا ان هم في طريقهم دلوقتي للمطار علشان هيروحوا لليابان وهيبيعوا التطبيق بتاعها. وبيكونوا خلاص هيمشوا من المكان، بس هانز بيقرر ان هو هيضحي بنفسه وبيتحول قدامها القط علشان يتخلص من رباطه ويوقف المدير. وبعد ما هانز بيروح للمدير وبيفضل يتعارك معاه، بيقعوا هما الاتنين على الارض وبيغموا على المدير. وفي الوقت ده بتكون أوني عايزة تهرب من المكان، بس القطط بتهجم عليها وبتعضها. وبنشوف بعدها هانز راح لجيني وبيحكي لها هو اللي سابها، وانه ما كانش عايز حد يعرفه علشان يرجع بشري تاني. وبيقول لها كمان ان هو دلوقتي مش هيعرف يرجع بشري علشان هي عرفت كل حاجة، بس هو مبسوط علشان انقذها وانقذ مستقبلها. فبتقول له جيني انها بتحبه جدا وانه ما يفرقش معاها اذا كان قطة او بشري. وفي الاخر بنشوفهم الاتنين كانوا في احتفالية، وبتستغرب جيني علشان هانز ما بقاش يتحول لقط. وبنشوف كمان مونجو كان بيتكلم مع كبير القطط اللي كان بيقوله اللي هو فخور بيه بسبب ان هو عض ناس تستاهل العض. وبنعرف وقتها ان اللعنة اتنقلت لمدير الشركة مع حبيبته أوني علشان مونجو عضهم يوم الخناقة. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف، واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.